تعالي لك يا مين وصل على تحلية مول؟ أنا. اللي وصل على تحلية مول يعطيني بالخاص. نحن في عجلة تطوير تسير من حين إلى آخر. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأحسن تكوين. انطلاق أشعل شمعتك بهذا العالم والشبكة العنكبوتية والتكنولوجيا المتطورة لتكون المنبر الوحيد والقريب من الجميع، لنوصل لجميع العالم النصيحة المفيدة والطريقة السليمة لامتلاك جسم صحي وسليم خالي بعيد عن الأمراض. أشعل شمعتك ليس منبر لطبيب أو خبير، بل هو كادر كبير يضم خبراء وأطباء وعلماء كرسوا أنفسهم وعلمهم ودراستهم ليضعوها بين يديكم أينما كنتم. أسرار الطبيعة والفواكه والخضروات والبقول هي العلاج الأول والأخير. إن اكتشفناها لن نحتاج لزيارة طبيب. نحن في تحلية مول. يلا مين وصل؟ شبت هدايا للأطفال بس خسارة. بتعرفوا إنه أهليهم منعوهم ينفذوا؟ طيب ليه يا ماما؟ ليش يا بابا؟ لازم أنتوا تشجعوا أطفالكم. انتي بتعرفي
انا بنتها ولا عارفه هي ايش قالت لي ولا عارفه ايش تعالي يا عصا بدها الناس تعرف اللي حكيت اخواتي كلها على شكل اغنيه على شكل اغنيه يا سلام بتعطيني فكره عن اليوتيوب كيف تعملي على شكل اغنيه يا شاطره ما شاء الله سمعت البنت ايش تقول تسوي الحفظ المذاكرة تبعها على شكل اغنية وبعدين تحفظها بسهولة شاطرة سهولة احلى تحضير برافو عليكي عليكي هديك هلا عندي ذكريني اوكي انا هعلمكم طريقة حلوة تحفظوا فيها اطفالكم ولو كان طفلك عمره سنتين هلا عمر الابداع هلا عمر انك تزرعي فيه القدرات شو ما بتقولي لا تقولي لسه صغير لا بالعكس هلا العمر اللي بتقدري تزرعي القدرات فيه وبعمر 5 سنين حوقف التعليم وتاكدي انك انت اعطيتي ابنك اشياء كثير مهمه انت علمتيه يكبر فيها ان كانت سلبيه الله يعينك وان كانت ايجابيه حطالع انسان مبدع وذكي ورائع الحين في عنا نحن فيديو الخرائط الذهنية لو سمحت حط لي الفيديو أنا عاملة فيديو صحيح مش كتير كبير ادخلوا على يوتيوب قناتي أشعل شمعتك رح تتعلموا أشياء كتير مشان أولادكم مو بس خرائط ذهنية مو بس تطوير ذات بالعكس هتعالجوا أولادكم كلياتها بدون ما تدخلوا أي توبيك أو تعطوهم أي جواب رح نعالج اولادنا بطريقه كيف؟ رح نقول لهم اي ضغطه هن بنعلمهم يعالجوا نفسهم بطريقه كيف؟ بالسوجيك بالريفلكسولوجي في اشياء كثير بتقدري تعالجي فيها اولادك وبتقدري توليهم وتعليهم وتبعديهم عن الادويه اللي هي على مرض اطفالنا. هلا انا بدي اشوف خرائط الذهنيه. اي شخص دخل على قناتي اشعل شماتك يعمل اشتراك وانا وقت بطلع لايف عندي لايف كل يوم خميس بطلع بشوف اسئلتكم وبقدر جاوبكم وبكون انا معكم اونلاين وجاوبكم كل على كل اسئلتكم ان كانت طبيه وان كانت تطويريه باذن الله رح تستفيدوا يوم الخميس من ال 11 لل 1 على حسب وقتي حكون معكم لايف اشعل شماتك اوكي ما عندكم اي مشكله طيب مين عنده سؤال عن الخرائط السنية او مين بيعرف الخرائط السنية؟ ما حدا يعرف الخرائط السنية؟ انت بتعرف الخرائط السنية يا عصا؟ انت بتعرف الخرائط السنية؟ ليه رفعت ايدك؟ طيب انا هعطيكم موجه قبل ما تشاهدوا لكم الفيديو الشباب. الخرائط الذهنية سهلة هي مثل عقلنا، أنا هعطيكم إياها بطريقة كثير مبسطة، أنتوا يا الأطفال، أنتوا تعلموا، لازم نجيب قلم أحمر ونجيب ورقة A4، لما بدنا نجي نسافر نستعمل دائما القلم الأحمر، لأنه القلم الأحمر بخلينا نقرأ بسرعة، والقلم الأحمر بيثبت فينا المعلومة، أوكي؟ هذا الفيديو كلياتكم بدي إياكم تشوفوه. تدخلوا على القناة وتشوفوا كثير حتستفيدوا يا اطفالي يا حلوين، اوكي؟ حنستعمل الالوان اللي احنا بتعجبنا بس القلم الاحمر رح يخلينا نركز ونحفظ بس هيك خليها هيك البنات عندي بالبيت انا ما بدرسهم بحفظهم الا بالخرائط الذهنية. اوكي؟ دائما بنرسم بالنص الايفون رسمة الدماغ، رسمة المخ. المخ ما بيعرف الا خطوط مشعبة. الخط المشعب هذا بيفهم عليه المخ. إذا كان مفرطين مستحيل يفهم المخ عليه. أوكي؟ كيف بدنا نرسم؟ بتعرفوا كيف بترسموا المخ؟ بتعرفوا كيف بترسموا؟ برافو عليكم، شاطرين كلياتكم، ما شاء الله كلكم مبدعين وأذكياء. وكلياتكم بدي إياكم لما تروحوا على البيت ترسموا خريطة ذهنية مثل ما أنتم شايفين بالفيديو، شايفين البنات؟ شايفين كيف بيرسموا الخرائط الخطوط متعرجه شايفين؟ بيرسموها متعرجه وبيكتبوا الفكره اللي نعملكم فيها مثلا بدنا نحفظ اي ايه قرانيه بقدر نرسمها على الخرائط الفنيه بقدر ترسم الفكره بقدر اعمل ايه قرانيه قصه وترسم اعمل اي رسمات حط اي لون انا بدي اياه
اجمل خريطه ذهنيه من دلالته الكلمه. هتشوف الخميس الجاي او الجمعه. انا دائما الجمعه بيجي اكثر من الخميس. خلينا نصير الجمعه. خلينا نصير الجمعه. كل فرقه تسمع. خلاص اتفقنا. كلكم صوت واحد اتفقنا نرسل الخريطه الذهنيه لاي درس. برافو عليكم. بس اي خريطه انتم اللي حتحكوا لي قصتها، بدكم تقولوا لي كيف قصتها وليش رسمتوها. تمام؟ خلاص اتفقنا؟ وكيف بنحط ايدينا لما بدنا نسافر؟ شاطرين. طيب في شو بدنا نكتب اي لون قلم؟ احمر. احمر شاطرين، برافو عليكم. طيب مين بدنا ينبت فول الاسبوع الجاي؟ كلكم حتنبتوا؟ انا عجبكم الحبوب، شو رايكم؟ انا بدي اجيب لكم الحبوب وانتم تنبتوا، ايش رايكم؟ معناته الاستاذ حامد اذا انا ما اجيت يوم الخميس لا انا يوم الجمعه بيجي، استاذ حامد حيعطيكم الحبوب مشان تنبتوهم، خلاص؟ خلاص اتفقنا؟ خلاص باذن الله. انا بحبكم كثير وان شاء الله كنتوا تستفيدوا. اي سؤال حدا بده يسالني ما فهم شيء او ما عرف عليه او ما استوعب الامر. مين؟ شو تعالي. تعالي يا شطوره يلا. الخريطة الزمنية حنرسم الدماغ، لا دماغنا، اوكي؟ ولا حنحط خطوط متعرجة ونكتب القصة على الخطوط المتعرجة، هيك ما عاد تنسي ورقة وبتختاري الألوان اللي أنت بتحبيها. اتفقنا؟ اللي أنت بتحبيها ما تختاري أي لون، بس لما بدك تذاكري ذاكري بالقلم الأحمر، اتفقنا؟ طيب مين بده يسأل كمان؟ تعالي أنا. تعالي يا أخي. ايش حبيبي؟ اسمه الخرائط الذهنية. الخرائط الذهنية، ادخل على قناة اشعل شمعتك وشوف هيدا الفيديو اللي انا حطيته. اسمه الخرائط الذهنية، حتتعلم، حترسم الدماغ اللي انت في راسك وترسم خطوط متعرجة بالالوان اللي انت بتحبها، اوكي؟ عليك الورقة يوم الخميس. جيب الورقة يوم الجمعة. خلاص جيب الورقة يوم الجمعة ولك أحلى جائزة بالدنيا، أوكي؟ وأنا وأنت يا حلو. ايش فيك؟ ايش حبيبي؟ ما تقدر تتعبوني؟ ما عرفت انك ادخلي على الفيديو حتعرفي، اوكي؟ انا لو في معي ورقه وقلم هلا كنت جلست علمتكم اياها، شو رايكم؟ البنت الشاطره بتاعي حبيبتي، ايش سؤالك؟ ازاي يعني في الاخر انت على حسب انت بتدرسي، مثلا ايش السؤال المهم اللي عندك بالمذاكره؟ مثلا اي سؤال، مثلا خلينا نقول بدنا نكتب سوره الاخلاص، بدنا نكتب سوره الاخلاص ونحن ما لنا حافظين سوره الاخلاص، صح؟ بنكتب الدماغ ونرسم بالالوان وبنكتب قل هو الله احد. الخط الثاني باللون الاخضر الله الصمد. الخط الثالث باللون الاحمر لم يلد ولم يولد، وهكذا، اوكي؟ هيك ما عاد تنسيها لانه عندنا اللاواعي اللي في داخلنا ما ينسى الصور ابدا، بس ينسى الكلام اللي بنحكيه لسانا، اما الصور ما ينساها ابدا، اوكي؟ طيب اي سؤال ما حبيبتي؟ هاي عسل. اللون الاحمر لانه هو اللون الذكاء، لون الابداع، مشان هيك انت حتحفظي بسرعه باللون الاحمر، اوكي؟ رح اعطيكم دروس كثير حلوه مشان الالوان حتستفيدي كثير، اوكي؟ مين طبعا عنده سؤال خلاص؟ شو حبيبي تعال؟ تعال يا حسن. ايش اسمك؟ انس. ايش انس؟ اسمك حلو كثير. ايش تبغى تسالني؟ والوطن سارعين
الكلمه الجميله اشكر. اي يا سلام عليك. Thank you.
Thank you.
I want you to be happy at all. I want you to be happy at all.
جميلة كانت في عمان ماذا؟ حب جعلك حب تاني. أنا الله إن شاء الله عملي في الجنة بما عليك. طيب اللي يقول لي أنا أفوز معانا وتروح للنهائي يرفع يده خلاص، يعني تكون معاه في الثلاثة الأولى مع بسم الله واحد اثنين ها ثلاثة أربع أصوات أربع أربع أصوات أربع أصوات أربع أصوات خمسة أصوات يا سلام خمسة أصوات خلاص ستة ستة سبع أصوات يا سلام نوقف على سبعة تعال هنا سبع أصوات واللي يقول الأمور الحلوة الأمور كانت إيش؟ هو خسر هو خسر يا أخي الجمال هذا على مستوى يا أخي حرام اللي يقول الأمور تفوز معنا وتروح للنهائي يرفع يده بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة بس أربعة بس أربعة أربعة خمسة ستة سبعة حلو حلو ثمانية ثمانية أصوات ثمانية أصوات ثمانية أهلا وسهلا تسعة أصوات يا سلام تسعة أصوات أحسبت هذه الدورة تسعة أصوات عشان أقول تسعة أين كاسة سبعة تسعة وين كاسة سبعة تسعة أحسب ها هنا ما شفت مع السلامة مع السلامة مع السلامة ها من اسمح لنا نرفع يده ها بسم الله واحد واثنين اثنين بس اثنين بس اثنين بس ثلاثة أربعة أربعة أصوات أربعة أصوات أربعة أصوات ستة أربعة إلى عندنا الأمورة ها سبعة تسعة أربعة واللي يقول الأمورة تروح للنهاية يرفع يده شو اسمك كثير سيليا يا سلام يا سيليا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أصوات سبعة أصوات سبعة هنا لا هنا لا سبعة أصوات سبعة هنا هي فيها نشوف سبعة وهي كم منا تسعة أربعة سبعة آخر واحدة نشوف آخر واحدة التسعة لسه من الأول اللي تسعة أصوات من الأول آخر واحدة اللي يقول لك احنا هذا يرفع بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ها ثمانية أصوات ثمانية أصوات ثمانية من التسعة من التسعة عليك لا 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 I'm so excited.
معايا بالكارت، الكارت 100 ريال الحبيب، يا الحبيب 100 ريال، جاهزة؟ بعدنا الجميع ولكم واحترامي وتقديري لهم، إذا قلت المحبة والغلا وميز والخلايق كلهم، هذا قلبي على ما أعتقد، هذا عقلي وتفكيري بعد، أنا شمسة وهو بعيني سما، أنا شعبة وهو بعيني بلد، حاكمني غير ما لا همي، حبهم نظمني كيف ما شاء، سحا تمرة لو يبي القمرة، نكتشف لها فكرة وتنزل الدار. ولا علي نوعات يا مهل ولا أحد من المباد ويا يا رب.